نم 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 ايه يا ولد يا صغير، استيقظ استيقظ يلا، وين الطعام تبعي؟ اعطيني اياه. اوف يا الله، صباح الخير. هي اي طعام؟ ما ضل عنا الا هذه الجبنه وطعام الحيوانات هذا. ايش بتحكي انت؟ استنى شويه، امبارح بالليل كان عنا طعام كتير، وين راح؟ هي اخر طعام ضل عنا انا اكلته يعني، وزي ما قلت لك فقط باقي هذا الجبنه المعفنه وكمان شويه طعام حيوانات. ايش بتحكي انت؟ والله كان امبارح في كتير طعام، مستحيل ولد صغير مثلك هيك يعني حجمه مش كبير ياكل كل الطعام وما يخلي لي اي شيء. نعم، واصلا احنا معلقين بهذا المكان وما في طريقه لحتى نطلع من مره. هاي هون في صندوق ولكن انا ما بقدر اوصله، لو اني ما اكلت كان يمكن صار حجم صغير وقدرت ادخل. والله نفسي اكسر راسك لانه انت اكلت لنا كل الاكل وما خليت لنا اي شيء، وكمان خربت علينا، كان شفنا ايش في جوا هذا الصندوق. بعدك انا بدي ارجع انام، بدي ارجع انام. يلا نم 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 ترجع تنام. تعال لهون، والله لا كسر راسك بدك ترجع تنام. بدي انام. نعم يلا نم نم نم. يا سلام النوم. قوم قوم من النوم، لا تخليني اضربك هلا، وحط راسك جوا هذا الحمام اخنقك. تعال بدنا نحاول نشوف ايش في هون جوا هذا الصندوق. ابعد هيك ابعد. ما بدي، بدي ارجع انام. يلا كمان مره نم نم نم. تعال لهون. إيه؟ والله مجنون انت، هيك كسرت التخت كلياته. شو هذا؟ في حفره تحت السرير. ايه في صندوق بالداخل، والله خليني بدي افتحه. ايش؟ واو. جيبه جيبه، ايش موجود جواته؟ في طعام؟ استنى استنى، خود خود جرب شوف ايش هدول. شو هدول؟ هبل هدول، بدي طعام انا، مش بدي هدول الشغلات. ايه شو هذا؟ حاس حالي قوي كثير والله عن جد انا، خلينا اشوف. طلع كيف صرت اقدر اكسر حتى الحائط يعني. يا سلام صار حجمك كبير. ايه شو هذا؟ بسم الله صرت مثل الصرصور. والله تعال تعال، حجمك الان صار صغير، ليش ما تدخل لهذا المكان وتجيب لنا الصندوق يعني؟ انا ما بقدر ما بقدر، بخاف. خود انت وروح جيب لنا وشوف لنا ايش في جوا الصندوق. طيب يلا يلا، بدي اصغر نفسي بي وزي هيك، ويلا الان بدي اجي افتح هذا الصندوق. واو، هاي في بالداخل الاكس اللي بكسر الخشب. يلا الان بدي اضلني طالع. هي ايش الفايده من هذه الادوات يعني؟ هاي الادوات خلينا اشوف، ما بتفيد هذه اي شيء. هاي للخشب، خلينا نطلع. استنى شويه، هاي في موجود خشبات هون، تعال نكسر يمكن هذا مكان الخروج. والله يلا خلينا نجمع هذا الخشب يعني ونسوي. خرباني هاي، جرب كسر. خلينا اشوف. اوف ما بتكسر والله، لازم يعني نسوي اداتين. يا تعال تعال اعطيني اياها اعطيني اياها. تعال تعال، ادمجها ببعض وبدي اسوي اكس منها، اكس اقوى شويه. نعم ادمجها بهذا المكان، هاي هون في معدات تقدر تدمجهم مع بعض. يلا أيوة. بعد هيك خلينا اشوف، هاي زي هيك ايوه، تحويل بوم. شوف ليش حولتها، جرب هاي ان شاء الله تكسر هذه. خليني اشوف، هاي هذا صار اكس حجري اقوى، اجرب اكسر بيو. يا سلام، هيني عم بجمع الخشب والان بدي اكسره كلياته زي هيك. يلا هيني كسرته، بس هي ما بنقدر نطلع للاعلى، ما في فايده. شو هذا؟ كيف هيك بدنا نطلع لفوق؟ ما بنقدر نتسلق. استنى استنى اسكت، تعال تعال اقول لك. الان بدي احلل هذا الخشب وبدي اصنع انا الكرافتنج تيبل، بدي احطها بهذا المكان، وهدول الخشبات بدي احولهم للعصي، والعصي هدول بدي احولهم الى السلالم. اطلع. يا سلام، عن جد انت ذكي كثير طلعت والله، كويس كثير انه انت امبارح اكلت كل الطعام علشان تفكر كويس. يلا تعالوا الحقني تعال. يلا 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 وصل الطريق، هين الان راح نطلع من هذا المكان، واخيرا. واو. وليس اخرا. ايه شو هذه المنطقه؟ احنا كنا تحت النافوره. ايه تحت النافوره والله، وما كان حدا يسمعنا ولا يشوفنا لانه هذه المي بتمنع الاصوات. خلاص تعال معي نرجع على البيت. سنة. احنا وين؟ باي مدينه؟ باي عالم؟ والله ما بعرف، نسيت انا. هاي هذا انا بتابعه على التلفزيون، هذا اسمه سونيك. لا شو هذا؟ سونيك اسرائيلي. يا الله هذا علم دولة اسرائيل. والله هذه دولة علم اسرائيل. لا انا ما بتابع هذا، انا كنت اتابع هذا. بدي ادعس على العلم هذا، اطلع ولا اقول لك. صراحة استنى شوي استنى شوي، شو اللي بتحكي انت؟ اسرائيل؟ والله يمكن هاي الدولة
قوية كتير وعندها جيوش قوية وأسلحة وأموال وكتير ومصاري. إيه بس يا أخوي أنا بعرف إنه هذه الدولة شريرة شوية. طلع هاي هون في بالجهة المقابلة سونيك الأخضر وهي موجود عنده علم دولة فلسطين. لا 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 مش حلوة هاي بالمرة. شايف أنت؟ أنا حاسه ما دول فقراء. أنا بحب الأموال والأموال بتحبني. أنا سمعت إنه هاي الدولة من أغنى الدول الموجودة بالعالم، عشان هيك أنا حبيتها كتير. هاي هاي هون في زير. طيب إذا بدك تختارها خليني أنا بدي أفكر. أختار دولة فلسطين. اختار هادي اختار هادي، لأنه الدولة هاي يعني معاها مصاري وراح تغير حياتك، أما هديك إذا اخترتها راح تضلك فقير وراح تموت. طيب ماشي أنا موافق، إذا أنت بتضغط على الزر أنا راح أضغط، يعني وين ماشي. بتضغط راح أتبعك لأنه أنت أخوي الكبير. طيب يلا جاهز بدك بالسون. واحد اثنين ثلاثة يلا إيه؟ كبس. هاي ضغط على الزر. اوه هيو انتقل. يلا الان انا بدي اضغط عليه. بيو. اوه هاي انتقلت. يا سلام شو هذا. هاي ايه ايه مين انت؟ اوه انت اللي مين؟ نسيت والله. هاي هاي ولك انا اخوك الاكبر، انت اخوي الصغير. ايه اشكالنا تغيرت والله. هينا صرنا من عائلة سونيك الازرق الاسرائيلي. بدي اغني اغنية حلوة احتفال بهذا الاشي وعلى عهدي على ديني. على ديني؟ على ارض انا اسمي فلسطيني اسرائيلي اسرائيلي. نعم. شو فلسطيني ما فلسطيني، هذه الفلسطين راحت زمان زمان اتوقع، اختفت واحنا محبوسين. ما بعرف احنا الان اخترنا اسرائيل. هاي طلع هاي مركبات فضائية، هادي سيارات وشغلات حلوة على الآخر، وهي هدول الحراس. عجد والله حلوة كتير وعندنا حراس كمان. أوه طلعت دبابة ما أحلاها، دبابة صواريخ فضاء سيارة البوغاتي. تعال تعال كل شيء موجود. هاي مدخل للكوكب من هذا المكان، خلينا ندخل ونستكشف مين بداخله. هاي يلا. مرحبا. هدول من عائلتنا يمكن. نعم احنا هم عائلة سونيك والان انتو صرتوا من افراد عائلتنا. اهلا وسهلا فيكو. ييه اهلا وسهلا فيكو، انتو يعني الضيوف الجدد. الان لازم تاخدوا ادوات سونيك لحتى تصيروا سريعين كتير كتير. اهلا وسهلا. مثل هذه الصور. والله عن جد احنا يعني العائلة تبعتنا حلوة وقوية، احنا مكونين من اربع افراد، انا واخوي وانت وانت، واحنا بتوقع يعني فريق قوي. صح احنا اشرار كتير ومنذبح الناس الطيبين. طبعا احنا اشرار، دولة اسرائيل يعني شريرة كتير كتير، واحنا عنا اسلحة وادوات قوية. يلا الان انزلوا للاسفل لحتى الوحش يعطيكو الادوات تاعتكو. يلا يلا. على عهدي على ديني على ارض تلا لاقيني انا دم اسرائيل اسرائيل اسرائيل. يلا تعال تعال خلينا ننزل. هي شو هذا الوحش يا حبيبي. هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هلو هوو شالوم هيكي كارو شنيكو برون. اوه هذه اللغة العبرية اتوقع. هي انا واخوي يعني اخترنا دولة اسرائيل وبدنا تعطينا الادوات والمعدات وتخبرنا ايش لازم نعمل. نعم اهلا وسهلا فيكو بدولة اسرائيل، دولتكو الاولى والثانية والاخيرة، ومرحبا في دولة السلام والمحبة لجميع الدول. ايه لا غلط هذا الكلام، هذا السونيك يعني حكى لنا انه احنا اشرار وما بنحب ولا اي دولة الا امريكا. اي نعم نعم، ولكن احنا بنحكي عن احنا دولة السلام، بس احنا دولة الشر. اي يلا اليوم بدي ابعتكم بمهمة شريرة كتير انتو. اي لوين بدك تبعتنا؟ شو بدك نسوي؟ يعني احنا عجبتني انه احنا مخادعين. اوه هاي هون في سجن. يا سلام شو هذا؟ بسكر عليك. ايه يفتح الباب افتح لا تلعب. اوه افتح له الباب ولا لا تلعب، احنا هون مش عشان نلعب، احنا عشان نحارب ونقتل، افتح له الباب. اوف طيب ماشي. شو هذا؟ ليش ما بتلعبوا بتتسلوا؟ واحد كلب تسكر علي البوابة، لازم تستمع كنت للعام الشرير، مش علشان تلعب، بحكينا بيودينا على مهمة كتير كتير صعبة ومهمة. ايش هي المهمة؟ يلا قل لي. خلص يلا لا تجننوني بالكلام كتير. ايه انت وياه، احنا اليوم بدنا نقضي على اخر مين تبقى من الفلسطينيين من عائلة السونيك. موجود عائلة من عائلة فلسطين على عائلة سونيكية
ياك تروحوا تقضوا عليها بالكامل. طيب ماشي انا موافق. يلا هاي هون بالصندوق فيه سكينة، تعال تعال. يا سلام. بدي اثبت لهم انه انا اقوى واحد. يلا بدي اضلني طالع على السريع. والله كبير كتير. هي سلام. انا اقوى منك بتعرف. تعال افرجيك قوتي. تعال اطلع اطلع لعندي. طيب يلا اطلع بدنا نتحارب. تعال شوف هذه الحركة. تعال شوف شوف هذه الحركة. بي وي وين رايح يا غبي يا مجنون؟ نم 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 نم. اوه يا سلام، صباح الحيوية، صباح النشاط والقوة. طبعا انا هو سونيك الفلسطيني الطيب، واحنا يعني عائلتنا صارت بخطر لانه موجود بهذه المدينة ناس اسرائيليين ولازم انه احنا نقضى عليهم. هاي يا اخوي جاهز لحتى نسوي الخطة؟ اكيد اكيد انا جاهز. هاي بدك انت تكون كمان جاهز، بدك تاخذ السرعه والقوه والحيويه والنشاط وتكون جاهز لكل الاشرار. طيب وانت يا اخوي الصغير جهزت لي المعدات اللي خبرتك عنها ولا لا؟ اكيد اكيد جهزت لك كل شيء وحطيت لك اياهم علشان تنقذنا وتغير حياتنا. طيب ماشي، يلا الان انا بدي اجي عند هذا الصندوق، بدي اخذ منه هاي كمان جناح طيران، وبدي اخذ هاي البوكيت. دير بالك دير بالك بيحكوا فيه، عائلة سونيك إسرائيلية شريرة كتير، ما بديك تقاضيها ولا تحاول تروح عندها لأنه هدول أقوياء جدا. يا أخوي عم بسمع أصوات غريبة من الأعلى والله. أنا أي أصوات؟ ما أصوات، ما بعرف صوت هيك شغلات غريبة بالأعلى. خلينا على السريع، بدي أضلني طالع، بدي أشوف سامع هيك صوت شغلات بتنبني. هيه شو هذا؟ مين هذا؟ واو يا سلام، تعالوا لهون تعالوا، بدك أكسركم تكسير. توقف في مكانك ولا اطلقنا عليك النار. يعني انت مبين عليك واحد لونك ازرق شرير، شفناك انك جيت. اي لا تضرب. نعم انا شرير. اسكت ولا توقف تحت امك انت. ايه شو هذا؟ ابعد عني. مين انت؟ لا تضرب يا حبيبي، خليت القلبين، اذا بدك تضرب بضرب يعني، وبخلي هدول الحراس يطلق عليك النار. اوه انت نفسه اللي حكالي عليه العم حسن انه انت لازم تموت، انت سونيك الفلسطيني. ايش؟ نعم انا سونيك الفلسطيني، ولكن انا ما راح اموت، انا متمسك بارضي، متمسك بوطني ومستحيل اتخلى عنها. هيك شكلك انت جيت من هذا الكوكب، ما بدي احكي اسم هذه الدولة لانه انا ما بعتبرها دولة اصلا. اسكت اسكت، هاي دولة غصب عنك وعن راسك، انت اللي مش دولة وانت اللي لازم تنتهي. سامع يا ولاد؟ احترم حالك ولا اطلقنا النار، اذا بيأمرنا نطلق النار راح نطلق عليك بثانية واحدة. اسكت اسكت بعدوا عني. شو هذا؟ قناة دولفيني جراند. يا سلام، بصير اشترك بهاي القناة، كيف بقدر ادخل عليها واشترك فيها؟ هي هذه القناة موجود رابطها بصندوق الوصف، يعني هذه القناة بتنزلوا عليها افلام جراند في لعبة جي تي اي، قناة كتير كتير حلوة، بدي الكل يروح يشترك فيها ويفعل جرس التنبيهات. يا سلام عن جد والله شكلها حلوة كتير، قناة جراند هاي بنزل عليها افلام. هي هذه القناة فقط للناس الاسطوريين اللي بتابعوها، مو مثلك واحد غبي. اسمع علي. أوف. هي اسمع علي، غادر هذا المكان وخلص، انا ما بدي استخدم معك يعني العنف، استخدم هذا السيف والقوس. اطلع ادواتي كلها لونها اخضر على لون كوكب فلسطين. مش حلوة اصلا ولا ايش عندك حلو هون يا عوي. احنا اقوى منك بكتير. ايش مالك؟ شو هادي؟ هاي سيارة الزرقاء الاسرائيلية، طلع ما اقواها مثل الوحش والله. مرسيدس هادي، مرسيدس مايباخ. هاي يا سلام، مين اللي جابها في هذا المكان؟ اسكت، هاي مرسيدس فينز مينز. يلا بدك تشوف سرعتها وسرعة المحركات والضوجان تبعها. اوف يا ريت كان عندنا سيارة، احنا فقراء ما عندنا. وين سيارتكو؟ انا حكيت في عنكم سيارة حلوة جي تي ار حاجة، طلع ما عندك ولا اشي يا مسكين. ايه هاي نركبت فيها يا حبيبي. يلا جاهز؟ نعم. هاي بتطير انت بتعرف؟ شو بتطير؟ هاي سيارة مو طيارة، لا تمزح معي. اسكت هلا بتشوف، شوف بتطير، هاي طيارة وسيارة. ايه هاد السيارة الطيارة، يا سلام. بيو لوين عم تاخدنا انت؟ يلا هلا بدنا نروح على مكان بعيد. ليش؟ علشان بدنا نلعب لعبة الحظ واللكي بلوك. طيب ماشي، يلا بدنا نشوف مين حظه أفضل، سونيك الإسرائيلي ولا سونيك الفلسطيني. يلا مستعد أنا، يلا تعالوا اتبعني. شايف انت هون خط لونه أخضر وخط لونه أزرق، كل واحد على لونه الآن بده يلعب. أيوة الخط الأخضر لعلم فلسطين، أما الخط الأزرق ما بدي أقول لمين، الناس بتعرف يعني أصلا انتو مو بلد. يلا أي دولة؟ اسكت، هي دولة واسمها اسرائيل غصب عنك. طيب شو هذا؟ والله بضحك كثير. اوف كتب، اقرا اقرا عن تاريخ بلدك يلا حتى تعرف انه انتو ما عندكم تاريخ من مرة. يلا اقرا.
خلينا اشوف، محطوط انه الفلافل اسرائيلية والعرب سرقينها. اسكت، لا احنا اصلا اخترعنا كل الطعام انتو سرقتوه منا. خلينا اشوف، اوه هاي هذا صحن الحمص. طيب شوف شو طلع لي انا. صحين اللافة عشان احرقك. شو هذا؟ بتحاول تقتلني انت؟ شو هذا؟ كيف انت ما عندك قلب من مرة؟ يلا بدي اكسر ارانب. بيو ارانب؟ شو هذا الهبل؟ خليني اشوف، انا بطلع لي اسود. بدي اساعدك. انا طيب، يا الله خليني اساعدك. ساعدني يا ولد ساعدني. اي مات هيو، هلا الان رح يرجع لقيد الحياة. هاي نرجعت يالله مرة تانية، ليش هيك حظي كان سيء؟ خلينا اشوف شو بده يطلع لك انت. يلا خلينا اطلع. ايه لا تدعي علي. شو هذا الشرير كتير انت بتقاتل؟ طب يلا خلينا اشوف انا. هي طلع ايش طلع لي عشان ما اموت. درع دايموند. طيب بوم، هاي راح ازيد مستواي. خلينا اجمعهم، لا تصيبهم لا تقرب عليهم. طيب ماشي خلص هيني بعيد، خلينا اشوف يلا. شو هذا؟ اوف حظ مش كويس والله. لا كويس، بلوكة ايرون هاي. هي يا سلام يلا ساعدني. موت موت، خلينا اشوف. طلعيني ساعدتك والله، بدي اسكر عليك انا ما بدي اياك تطلع. لا 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 شو هذا، بدي احاول اطلع من هذا المكان. هي انا كنت عم بحاول اساعدك، ليش ما تساعدني وتصير طيب؟ ما بدي، انا بكره كثير اصلا. حكى لي عمو حسن انه انت لازم تموت. لا خليك جوا. يلا يلا دورك تكسر، لا تحاول. يلا خلينا نشوف. ايه ورود، لانه احنا دوله جميله وبنحب السلام. شوف ورود زرقاء كمان. كذاب كذاب، انت بتخدع الناس، بتحكوا انكم بتحبوا السلام ولكن عم بتقتلوا كل العالم. خلينا نشوف. السلام لكل البشريه ولكل الناس. واو هي هذه الاداه بتخليني انتقل. ترى كيف بدي انتقل لنهايه الخط؟ بيو هاينا انتقال. تعال لهون. طيب يلا خلينا اشوف شو بده يطلع لي، خلينا اتفرج. واو سلايم، مدينة حلوة كتير والله، مش مثلك عشان اقفز. هذه للاطفال والناس الهبايل اللي مثلك. يلا الان بدي اكسر. اوه هاي بقدر اصطادك بالسنارة هاي. بعد عني بعد يا كلب بعد، بعد عني. يلا خلينا اشوف شو بده يطلع لي. ذهب، لانه احنا ذهبيين وناس طيبين. هاي طلع لي راس اسمر، هين البيستو راس اسود. نعم هذا اللي يعني بسوي وحش عملاق، بزيد الطاقة والقوة. نعم رأس زنغي. يلا خلينا نشوف شو بده يطلع لي هون. هي بير الامنيات هذا. ايه بطاطا، هاي تمنيت لك بطاطا. يلا طيب يلا خلينا اشوف. اوه بلوكات النذر هذه بقدر اسوي من خلالها بوابه. مش حلوه اصلا. حلوه مش حلوه بالمره، خلينا نشوف شو بده يطلع لي. بتدخن انت ولا طلعت لي بلوكتين بدل بلوكي انا؟ بتدخن؟ اذا بتدخن هات ولا يا اخ، خلينا نشغلها. اوف ما بتتن انا، ما بتدخن. طيب يلا دورك تكسر. ايه يلا طلعت لي تنتين. طلع بحكي لي وان از لكي وان از نوت، واحده فيها يعني حظ حلو واحده لا. تعال كل واحد يكبس بنفس الثانيه. هاني كسرت لك كيك. مش هيك قصدي، مش هيك كان. ايه شو هذا والله عن جد خوفني. ايه يا سلام، انت حظك مش كويس طلع. انت اللي حظك مش كويس. يلا خليني بدي اكسر هاي البلوكاتات. اوه يا سلام، هيو خسر. اخ انا ما خسرت يا غبي. تحيا اسرائيل. اسكت، شو اللي تحيا؟ تحيا فلسطين. صراحة انت عصبتني على الاخر. يعني بعد عني بعد بعد افرجيك قوتنا. قول تحيا فلسطين، قول. ما بدي. تحيا اسرائيل. طيب خد لك يلا، تحيا دولة فلسطين دوما وابدا. وكل واحد بحب دولة فلسطين ينزل هلا تحت على التعليقات ويكتب انا بحب دولة فلسطين، والكل يضغط لايك لانه عدد اللايكات تم عدد محبين دولة فلسطين. تحيا فلسطين. نعم تحيا دولة فلسطين دوما وابدا.